السلام ما فيكم. حياكم الله. يا هلا. وش اسم المكان ذا ناصر؟ جيمس بارك. جيمس بارك. ما شاء الله مكان جميل والجو وفقنا فيه. على كيف كيفكم؟ وهذه حياته رايح جاي. والله ايش قينا. So pray for our education system. I am an English teacher, and I. تخيل هالعمارة ذي دوار هذه. بناخذ الدوار. أبو يزيد خذت الدوار. ولا عزلنا ماخذين الدوار. في فنادق بنفس وسط الدوار. والله استغلال طيب. هذه نافورة الإهداء لكندا لأنهم ساعدوهم في الحرب العالمية الثانية. أيوة. قالوا إهداء لهم نسوي هذه النافورة. إيه. شوف هذه علامة الكندية العلم الكندي. أنواع الإزعاج وأنواع كل نحت الحالة ويتهاوشون وحالتهم حالة. بعضهم يهرج الحالة ما عندها حد. الديناصور الثاني هذه أجزاء ديناصور متحجر شايلينها بالكامل وجايبينها. ارحبوا. يا هلا يا هلا يا هلا. شوف ما شاء الله هذا ربع رد. هذا باخذه معي للرياض قصد المدينه. صح ترين خلاص صرت من المدينه. لا تحرك زياده.
السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ احنا في لندن في حديقة الريتشمون بارك، وما شاء الله وفقنا بجو خرافي عقب الحر اللي امس، لكن الحمد لله اليوم الاجواء خرافية والمناظر زي ما انتم شايفين من كل جهة ما شاء الله تبارك الله. Thank you.